الحقيقة مما يؤسف له انه مسألة التصرف في العقارات في المدن الجديدة شابها كثير من الفساد. واستطال هذا الإفساد الممنهج إلى الأجهزة الرقابية نفسها اللي هي معنية بكشف الخلل في توزيع وتخصيص الأراضي سواء داخل الحيز العمراني أو خارج الحيز العمراني. ما أطلق عليه الحزام الأخضر هي أراضي خارج الحيز العمراني. وأيضا شبهها في سابق عندما خصصت زي ما ذكرت سلفا هذه الأراضي اللي بيطلب مساحتها حوالي 85 ألف فدان لأجهزة المفروض هي في المقام الأول معنية بكشف هذا الفساد لا التورط فيه. وعلى رأس هذه الأجهزة ما بحث من الدولة فرع القاهرة والجيزة وكذلك أيضا الرقابة الإدارية والنيابة العامة ونيابة القضاء وبعض الجهات القضائية. حقيقة يعني الشيء المؤسف إنه حتى هذه اللحظة لم نرى تحقيقا جديا في هذا الموضوع. أنا أبلغت سيادة النائب العام بهذه التحقيقات ولكن أنا فوجئت بالأمس الحقيقة بخطاب بيحمل صيغة تهديدية لعضو من جهاز مركز المحاسبات اللي هو فحص وأبلغ النيابة العامة بمحتوى هذا الفساد. وده بيجرني إلى تساؤل النيابة العامة لما تأخذ هذا الموقف المتشدد حيال عضو الجهاز اللي كشف عن هذا الفساد. وأنا لا أخفيكم سرا أن هناك في صدور أعضاء الجهاز المركز المحاسبات تخوف من أن تكون تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مدعاة لمحاولة الانتقام من هذا الجهاز وقياداته وأعضاءه للأسف الشديد.